السلام عليكم نحن كله تمام. امشي 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 داني الاسد شدتني ضعف انت ضايقني والله انت ضايقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في حلقة جديدة من ذوق تحصل. معنا وسام. هلو جايز. معنا فاروق. اليوم في ذوق تحصل باش نمشيو للجويز بيتزا. هيا ادخلوا معنا. وانا طويق صندوق بيتزا باباروني. جو بات خفيفة جبن يتجبد هيك حاجة ذي اللي تجني في جايس بيتزا باباروني. هذا هو حم بقر الموتزاريلا برشا كي معبية مش نورمال وبات خفيفة ومحلية فريق. تعمل البيتزا من باشا جا البيتزا هي جا خصوصا تاعها أكل البيتزا تحكونا نق باشا ما هي دي أحسن واحد إن شاء الله. شوفوا بيتزا مارغريتا من جويس بيتزا بيتزا تحكونا على الأخر فاتي بتاعها خفيفة باشا بيتزا جبن يتجبد. طحونا بنينا على الاخر انا عجبتني برشا حاجه بالفيديو مين يبيعها فاروق ما يحبهاش انا زدت الطلاق في الهنيه وغاليه. اسمع انا وين 4 5 6 زيد مش نكمل هذه يا زهر. اه كوزيد قريب يكملها
الطريق نكمل سيرا ونشوفيها نكمل تساعدني شيئا للبيتزا كمان متساعدوش ينزموا حاجة على مصف سيرا يحب العلوز نحن يستدعيني فيكم معاشين سيدنا تسلح معلوز سيدنا راح يجي به ما تنسوش ديسكريبسيون كي تلقاو بالطبيعة المنيو والسيت متاع جويس بيتزا وما تنسونيش تعملونا سبسكرايب ما تنسوش لي كومنت كان خايب ولا باهي ما تنسونيش حسيت ديما انقدونا باش نتحسنوا باش نحسنوا من غلطنا كي وسام يقول لي احنا ما نجيش نصور فيديو نجي شبعان انا ديما جيعان يعني حتى هو يجي شبعان مش تنجم تاكل مش ما تاكلش كي تصور نقول له خلينا نمشي ونصور هكا نقول له لحظه خلينا نصور البلا يهبط عليه طول عرفت يعمل هكا راسه يعمل هكا راسه من بعد يجي يقلب عيني يعني دب في الميك يا اخي وبالحق عجبني انا سي سي سون والله بنين وشو حبيت زي شو هذا نعجبوا بعضنا لا يا جماعه مغني تفهموا حاجه غلط والله غلط هاي بس بلاد بابا قال لي خليه خايف من خوات قالت لي لقشة شكون يحب قال لي انا ما احبش البيتزا كملها الكرة يا والله على بجع عندنا الميك عندنا مقرونة في البيت يعني قبل في الزاوية ما تنسوش تعملوا لنا ابوني وكومنت وفي الديسكريبسيون لو تلقاو المنيو تاع جويس بيتزا تلقاو الانستغرام تاعي انا وفاروق تلقاو الباج فيسبوك تاع جويس بيتزا ميرسي بوكو مالوريزمون ما كيجينا جويس بيتزا حبينا نشوف معاكم هوت باك تاع جويس مالوريزمون بينا عندي كيك بيتزا اضطرينا باش نحكو كان عليها اما انا ملي جيت حاط في مخي باباروني في الاخر لقيتها عندي زهر مش كيفي انا Alright, good night.